رح نبدا اخبارنا الثقافيه والفنيه. انورمال داي ات صنايع جاردن، تحت هالعنوان بيجتمعوا عدد من الفنانين ليقدموا نهار مميز بحديقه الصنايع البيدق. وهالنشاط من تنظيم زيكو هاوس رح يبدا مع كلاون مي ان الساعه 1، الساعه 2 عرض مسرحي لواصل، 3 محطه فنيه مع ابو عقيل وقرايبنا، ثم الساعه 3:30 عرض افلام لتشارلي شابلن، وختام هالنهار رح بيكون مع فرقه كهرباء، وذلك رح بيكون نهار الاحد المقبل. مجموعة من أعمال الفنان الراحل بيير صادق يلي اشتغلها بين العامين 64 و75، 54 لوحة مطبوعة بالألوان أو بالأبيض والأسود مع توثيق تاريخي، صارت موجودة بكل المكتبات وبمؤسسة بيير صادق. الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي وضمن جولتها لمناسبة عيد الميلاد بتعطينا مواعيد بعدد من المناطق. ب 13 شهر الساعة 5 بعد الظهر رح بيكونوا موجودين بأرناعون بالباترون، ب 19 كانون الأول بكنيسة مارلياس بدوير الرمان بعلي الساعة 7، وب 23 كانون الأول ريسيتال ضخم بكنيسة مارلياس بأنطلياس. بذكر الأداء المنفرد رح بيكون لكارول عون، نسرين الحسني، ماريا عزار، شادي عيدموني، وبقيادة المقدم زياد مراد. فمن منك ربي لا يستزيد. منتابع مع اخبارنا. زياد رحباني بامسيه فنيه جديده، هالمره الموعد رح بيكون بالنوفا بسن الفيل، والسبت بكره 13 شهر ابتداء من الساعه 10 المساء. نتابع مع اخبارنا. لي بوتي شانتور دو سان مارك بزياره جديده الى لبنان، هالكورال يلي غنوا بفيلم ليكوريس بيعطونا ثلاث مواعيد بكنيسه مار يوسف على طريق اليو اس جي جامعه القديس يوسف، ب 18 شهر الساعه 8:30 وب 20 شهر الساعه 4، اما ب 19 شهر رح بيكونوا موجودين بكنيسه مارلياس بانطلياس 8:30 المساء. بيت الحرف في بيزو امكي اللي بيدعي الى حضور مهرجان النبيد اللبناني، عدد من منتوجات النبيد اللبناني والعالمي رح بيكونوا موجودين. الافتتاح الليلي الساعه 7 المساء، والمعرض مستمر لغايه 14 كانون الاول، والدخول مجاني. لي جوناس ميوزيكال دو ليبان بيدعوا الى حضور عرضين هن كارمينا بيرانا وميوزيك اون فيت، الموعد السبت المقبل 20 كانون الاول الساعه 7:30 بعد الظهر بصاله سينما متروبوليس سانتر سوفيل بالاشرفيه. منتابع مع اخبارنا. مهرجان عيد الميلاد ببكفيا بيمتد على مدى اسبوعين، الافتتاح رح بيكون بكره لا اليوم الجمعه الساعه 7 بعد الظهر لغايه 3:23 كانون الاول، كل يوم في نشاطات ميلاديه وترفيهيه مع جوقات وترانيم، بالاضافه الى درب المغاره يلي بضم 9 مغارات مختلفه بتسع كنايس من مناطق بكفيا. الموعد يلي رح نحكي عنه هو مع عبير نعمه يلي رح نسمع منها هلا، ورح بتكون بالمهرجان ب 19 الشهر. إذا نسمع من عبير نعمة. مجوس ورعيان وسيني وين مكان، مشيت بالعالي لإله الإنسان. مجوس ورعيان وسيني وين مكان، مشيت بالعالي لإله الإنسان. قبل ما نختم، صادف امبارح ذكرى ميلاد الفنان آلام مرعب،
طبعا فنان معروف على صعيد لبنان والعالم العربي، ولد ألم مرعب بالعقورة عام 1947، وأول بداياته الفنية كان مع فرقة روميو لحود عام 68 كراقص، ثم شارك معهم بمهرجان القلعة وقدم عروض دولية بباريس وبروكسل وغيرها. من ألم مرعب نسمع المقطع. ما بتشرب من راس العين إلا العنز الشرباني، ما بتشرب من راس العين إلا العنز الشرباني، واللي بيصيبك بالعين بتبقى عيونه برغاني، ما بينطلف على الحبلين إلا البلا أماني، واللي بيشتريه بالدين بتبقى جياب ملياني، ناس بتحرق بلا دين حتى تولع سيجارة على هوا. أو ضجة وانفجار قالوا هسي أرضية، عشقة ضجة انفجار قالوا هسي أرضية، فيهم صلوا انهيار فيهم دبحة قلبية، ركضوا من كل الجوار من الطرقات الفرعية، من ناقورة لعكار ومن صغر كالشية، عطوا كلهم عن أخبار فيشوفوا شو الخبرية، طلعت حالة استنفار المجموعة بوليسية، حواليهم داير من دار الدراجات النارية، وخلفهم مسطولين كبار سيارات. إن شاء الله بي يكون عم يحضر. بدي أذكر أنه شارك بعدة مسرحيات، أهمها كان مسرحية سنغوف سنغوف بالعام 1974، وتوفى ب 27 يوليو عام 2005. مجازين سياسي مع يقظان تقي اليوم بيقدم ابتداء من 8:30 عبر إذاعة الشرق الضيوف النائب هنري الحلو، الكاتب السياسي عرفان نظام الدين، رئيس لجنة المعارض بغرفة التجارة والصناعة استاذ إلي رزق، وعبر الهاتف رح بيكون معه المفكر السوري ميشيل كيلو، من باريس المحلل السياسي جان دبغي. عن جوال وأحوال طرقات. مثل العادة بناخذ تفاصيل أكثر عن حال الطرقات مع اتصالنا المباشر من غرفة التحكم المروري. اليوم معنا على الخط المؤهل جهاد أبو زكي. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. تفضل، يعني كيف حال الطرقات اليوم؟ اليوم كنهار جمعة فترة قبل الظهر بتكون نسبيا أفضل من غير أيام الازدحام ووقت الذروة بنهار الجمعة، بصير عنا فترة بعد الظهر تتروح ما بين 4 لغاية 7:30-8. المدخل الشمالي عم بيشهد حركة ناشطة ابتداء من أنطلياس باتجاه نهر الموت وصولا حتى الدورة الكارنتينة مع بعض التوقف الخفيف. المدخل الجنوبي أيضا خلدي باتجاه الأنفاق ناشط، ما في عجقة كتير، وخلدي باتجاه الأوزاعي. ضمن بيروت عنا حركة كثيفة مع بعض التوقف من المدينة باتجاه جسر كولا وصولا لنفق سليم سلام، أيضا أوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه أوتيل جي وسيسين. هيدا الطرقات اللي ذكرتها عم تشهد حركة ناشطة صباحية مع بعض التوقف. نعم. أما فيما خص حوادث السير، احصاءات حوادث السير الخاصه بالمديريه العامه لقوى الامن الداخلي خلال 24 ساعه المنصرمه مجموعه 9 حوادث نتج عنهم قتيلين و12 اصابه. منطقه بيروت حادثين قتيل واصابتين، منطقه جبل لبنان 5 حوادث قتيل 6 اصابات، منطقه الجنوب حادث اصابتين، منطقه البقاع حادث اصابتين. انواع الحوادث توزعت ما بين اصطدام وصدم وانزلاق. أما الأسباب بتعود للسرعة الزايدة والتلاهي أثناء القيادة والقيادة في حالة السكر. بدي انتقل للتدابير الاستثنائية لتاريخ 12 و13 و14 في مهرجان ميلادي سيقام بمنطقة الأشرفية ساحة ساسين، حيث سيقطع السير من المحل المذكورة اعتبارا من الساعة 9 ولحين الانتهاء ابتداء من اليوم. نعم، ابتداء من اليوم من الساعة 9 الساعة 21 لغاية الانتهاء من الاحتفال للأحد يعني بالليل. نعم نعم، بس فترة الليل بس، يعني من الساعة 21 لغاية الانتهاء، وبيقطع السير وعزل المنطقة من جهة الاحتفال الأساسين، وبيتوزع السير على الطرقات الفرعية. بنتمنى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وأرشادات رجال قوى الأمن الداخلي. نعم. هيدا كل شيء، بتمنى لكم نهار حلو وسوق عملكم. نعم مؤهل، شكرا لكل هالمعلومات، بتمنى لك نهار حلو. نتوقف مع فاصل جديد وبنرجع بعدها لمتابعة فقراتنا.